السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضراتكم جميعا، ويا رب أيام سعيدة دايما، والتفاؤل والأمل وكل حاجة حلوة في حياتنا. والغدة الدرقية عاملة مشاكل مع ناس كتيرة جدا، خصوصا السيدات بنسبة 9 لـ1، يعني زي ما يكون كده ما نقول 10، لما يكون العشرة دولت موجودين عندهم غدة هتلاقي فيه 9 سيدات قصاد واحد بس هو اللي عنده غدة، فمنتشرة جدا في السيدات أكتر من الرجال. النهارده هنتكلم عن علاقة المغنيسيوم وليه المغنيسيوم وأسباب المغنيسيوم وأهمية المغنيسيوم لموضوع الغدة الدرقية، لأن الموضوع بمنتهى الأمانة مهم جدا. يمكن أنا متوقع إن معظم اللي هيسمعني إن ما كانش كلهم ما يعرفوش إيه حتة المغنيسيوم ويعني إيه مغنيسيوم مع الغدة الدرقية، يمكن المعلومات دي هتسمعوها لأول مرة. زي ما موجود في الرسم، الغدة الدرقية موجودة هنا في الرقبة، وهي دي المسؤولة عن نشاط الجسم وكسل الجسم. الغدة الدرقية من الحاجات الخطيرة جدا، موجود هرمون الغدة الدرقية في كل خلية في الجسم، كل خلية في الجسم تلاقوا موجود فيها الغدة الدرقية. علشان كده أنا بقول لكم لازم نفهم كويس جدا كل شيء يتعلق بالغدة الدرقية، والنهاردة هنبدأ حلقة عن المغنيسيوم مع الغدة الدرقية. يمكن كتير من الناس هيستغرب ايه علاقة المغنيسيوم وايه المغنيسيوم ده. ده حاجة كده بتخش في 300 عملية في الجسم، من اهمها الغدة الدرقية. الغدة الدرقية مهم جدا ليها المغنيسيوم. 3 حاجات بيأثروا على الغدة الدرقية: اول حاجة المغنيسيوم، تاني حاجة الايودين، وبعدين يأتي بعد كده السيلينيوم. 3 حاجات دول في غاية الخطورة، وطبعا في حاجات تانية زي الفيريتين والزنك مهم لعمل الغدة الدرقية. لازم نفهم دور المغنيسيوم في علاج الغدة الدرقية. الموضوع بمنتهى البساطة هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، واهلا بيكم في قناة الدكتور خالد ابو العزم، استشاري امراض البطنة والغدد الصماء والسكر، ونبدأ مع بعض. طبعا زي ما اتفقنا في مرض اسمه هاشيموتو ثايرويدايتس. هاشيموتو ده المرض التهاب مناعي بيصيب الغدة الدرقية، وده بيتميز بانه بيكسر الغدة الدرقية خالص وبيحولها لحاجتين، يا اما كسل يا اما زيادة نشاط يا اما الاتنين مع بعض على حسب الالتهاب اللي هيحصل والتكسير اللي يحصل. المغنيسيوم بيجي دوره بقى في الحتة دي، بيجي دوره ان انا انقذ التكسير اللي بيحصل. لما بنيجي نقول للمريض اعمل اجسام مضادة يبقى مستغرب الدكتور طالب اجسام مضادة بتاعت ايه. الاجسام المضادة دي بتبقى عالية جدا، بنلاقي ناس عندهم الاجسام المضادة دي 1000، وما بيبقى مستغرب نقول له خد المغنيسيوم وخد المكملات الغذائية. فالاجسام المضادة دي بتبقى عالية جدا، والاجسام المضادة دي بتبقى هي مرض هاشيموتو، مرض التهاب مناعي ذاتي، فبيدخل على الغدة الدرقية يكسرها وبيعرفها انها عدو، وغالبا ما بياخد معاه حاجات تانية في الجهاز الهضمي. تلاقي الناس اللي عندهم غدة درقية عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي والعصر الهضم والحاجات دي كلها. فالتكسير ده بيحتاج مننا ان احنا نعرف دور المغنيسيوم في الموضوع. المغنيسيوم ليه دور ملوش حل. 5 حاجات بيعملها المغنيسيوم للالتهاب اللي بيبقى موجود الهاشيموتو ثايرويدايتس في الغدة الدرقية. المغنيسيوم اول حاجة بيعملها هو المسؤول عن دخول الايودين جوه الغدة عشان يعمل الهرمونات اللي بتشتغل. الهرمونات دي بتبقى T4 وبتتحول بعد كده الى T3. دايما الوضع بتاعه صعب، يعني احنا لو عندنا مية بتجري من الجبل لتحت، واحد بينزل مية مجرد انك تسيبها كده هتنزل لوحدها، لكن عمل بتاع المغنيسيوم عمل شاق جدا. ده بيطلع الحاجة من الاسفل للاعلى. متخيلين واحد طالع بمية من الارض لفوق الجبل؟ هو ده بالظبط العمل الشاق اللي بيعمله المغنيسيوم عشان يظبط لنا الايودين وعشان يظبط كل حاجه. الايودين عشان يساعد في تكوين لازم معاه المغنيسيوم. دي معلومات خطيره جدا انا بقول لكم عليها، ومعظم الناس عندهم نقص من المغنيسيوم. فالمغنيسيوم بيبقى مشهور جدا في المرض الهاشيموتو طبعا، لان المغنيسيوم السبب الرئيسي. الناس اللي عندها ستريس وضغط عصبي وبياخدوا ادويه كتير، الناس دي بتفقد المغنيسيوم بمنتهى السهوله، لان هو داخل في جميع العمليات. فتخيل انت لما ترهق ماسك 3 عمال تضربهم بالكرباك، الـ3 هيجوا مع الوقت يقعوا منك، مش هتعرف ان هم يشتغلوا تاني. لكن زي بالظبط لما بيكون عندك حد وعمال تستهلكه، الطاقه بتاعته بتنفذ وبيقول لك انا خلاص ما بقتش قادر. ففي الحاله دي بتلاقي الواحد البني ادم ده الالم، زي ما انا كنت نزلت على المنتدى، الالم بيجي نوعين من الاشخاص: نوع بيعلمه ويعرفه عدوه من حبيبه، ونوع تاني بيدمره، وزي الالم بتاع المرض والالم الخذلان والام كتيره جدا. فاحنا لما نلاقي مثلا ستاندر بتاع المغنيسيوم ده، هو ده المشكله، ان هو المغنيسيوم بيتاثر جدا 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 بموضوع
الاسترس والضغط العصبي، والمغنيسيوم كمان بيبقى قليل جدا في التربة اللي هي بتنتج لنا الاكل والشرب بتاعنا. وللاسف الشديد الناس ما لا تعلم حاجه عن المغنيسيوم، في كتير ما يعرفش حاجه عن المغنيسيوم. المغنيسيوم الاسترس والضغط العصبي بيفقدوا المغنيسيوم، وكمان ان الهاشيموتو ده المرض التهاب المناعي بيبقى محتاج مغنيسيوم عشان توقف تكسير الغده الدرقيه. في اسباب ليه مرض هاشيموتو ومرض كسل الغده الدرقيه بيحتاج للمغنيسيوم. اول سبب، المغنيسيوم مهم جدا لانتاج الطاقه، يعني انت الطاقه اللي هو الاي تي بي، الطاقه دي اللي هي بتعمل العمليات الحيويه اللي مهمه في الغده الدرقيه. فانا لو ما عنديش مغنيسيوم كافي يبقى انا هبقى في فقد لوظيفه المغنيسيوم والغده الدرقيه. علشان كده انتاج الغده الدرقيه بيقل، تكسير الغده الدرقيه بيزيد، وطبعا بيبقى بسبب عنصر مهم محدش بياخد باله منه جدا. وتلاقي دايما الستات عندها ستريس وعندها ضغط عصبي وتوتر عصبي طول الوقت، وده طبعا بيبقى السبب الرئيسي. طيب المغنيسيوم برضو بيشوف في دراسات كتيره جدا لما عملوا ان الناس المغنيسيوم بتاعها بيكون كويس، غالبا تحليل الغده الدرقيه بتاعها بيبقى كويس. وده طبعا التأثير ده بيبقى الالتهاب اللي بيبقى موجود والالتهاب المناعي، المغنيسيوم بيساعد جدا في التخلص من الالتهاب ده، فبيبقى مهم جدا لمريض الغدة الدرقية. المغنيسيوم مهم جدا في الجلوتاثيون برودكشن. الجلوتاثيون ده احسن مضاد أكسدة بيبقى موجود في الجسم، فهو داخل في عمليات حيوية في غاية الخطورة. فمرض اللي عنده هاشيموتو وعنده أجسام مضادة عالية لابد ان هو ياخد المغنيسيوم. لو انت ما عندكش المغنيسيوم الكافي مش هتبقى قادر ان انت تنتج كميه جلوتاثيون علشان تخلصنا من الفريل اللي هو الجزيء الحر اللي بيعمل اكسده واللي بيعمل التهاب في الغده الدرقيه. كمان المغنيسيوم مهم للكورتيزول ميتابوليزم، يعني الريجوليشن بتاعته، ازاي الكورتيزول ده بيطلع وازاي ده بيتحسن. لان طبعا الناس اللي عندها غده درقيه بيبقى عندهم حاجه اسمها ادرينال فاتيج، اللي هو فطبعا الادرينال فاتيج ده اللي هو الناس اللي بيبقى عندها التعب والارهاق نتيجه قله افرازات الادرينال، الغده اللي هي الكظريه اللي بتنتج اهم هرمونات في الجسم. فعشان كده يا جماعه موضوع المغنيسيوم في غايه الخطوره، ولا بد ان احنا نبقى مهتمين بيه. انا عارف ان احنا كنا مستنيين اسئله كتير واجابات كتير، بس طبعا لظروف العمل ما قدرتش اخش لايف معاكم، فانا هعمل لكم الحلقه ان شاء الله هتنزل على في نفس الوقت الساعه 11:30، وتعرفوا ان المغنيسيوم ده عنصر مهم جدا. مرض هاشيموتو هو اكثر الامراض، 95% من السيدات بيبقى عندهم سبب كسل الغده الدرقيه هو مرض هاشيموتو، المرض اللي بيصيب المناعه وبيصيب الجهاز بتاع الغده الدرقيه ويكسرها ويحولها الى كسل في الغده الدرقيه. اعراض نقص الغده الدرقيه الكسل والارهاق والتعب والامساك وقله ضربات القلب وبروده الجسم، تحس ببرد، وممكن تلاقي فيه مشاكل تانية كتير جدا. فطبعا الكسل بتاع الغده الدرقيه كتير جدا من السيدات بتعاني منه، الخمول والتعب والارهاق وتبقى مش مهتميه ببيتها زي الاول، ده من الحاجات اللي بتاثر على الغده الدرقيه. الاكتئاب، ممكن يجي لها اكتئاب شديد بسبب الكسل والخمول اللي هي بتبقى موجوده فيه، تيجي تفتح المكيف تقول لك لا اقفل المكيف انا بردانه جدا. فطبعا العنصر ده من اهم العناصر المهمه للغده الدرقيه. تحليل الغده الدرقيه مش محتاج صيام ولا حاجه، بتعمل تحليل تي اس اتش وتي 3 والتي 4 اللي هو الفري، وطبعا بتعمل الاجسام المضاده وخصوصا عند التشخيص، وبتحتاج تعمل اشعه على الغده الدرقيه، اشعه تلفزيونيه، عشان تقدر تعرف من الاشعه التلفزيونيه دي اذا كان في تورم في الغده ولا لا. وطبعا التحاليل دي بتبقى سهله وبتطلع على طول في نفس الوقت، وبتبقى مهمه جدا في تشخيص المرض. الغده الدرقيه والمغنيسيوم مهم جدا. تحليل المغنيسيوم زي ما قلنا قبل كده من الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا ان انت بتشوفها في الدم، لكن المغنيسيوم موجود جوه الخلايا، فما فيش تحليل بيوضح لنا او المغنيسيوم، لكن كده كده هو بيبقى قليل. فلو عملت تحليل هتبص تلاقيه دايما قليل المغنيسيوم، وخصوصا الناس اللي بتاخد ادويه كتير زي مدرات البول والسكر والضغط وامراض القلب وامراض الكلى، بتلاقي دايما المغنيسيوم عندهم قليل. الاجانب عندهم تحليل المغنيسيوم ده روتين بيعملوه، فعشان كده المغنيسيوم من الحاجات الخطيره جدا. يبقى المغنيسيوم مع مرض هاشيموتو مهم جدا، مهم جدا للغده الدرقيه. الحاجات اللي احنا قلناها لازم نحفظها كلنا،
دايما تروح تلاقي تحليل الغدة الدرقية بيبقى فيه مشكلة، برضه هتلاقي فيه المغنيسيوم. هنتكلم عن حلقات تانية زي السيلينيوم، هنتكلم عن الأيودين، لأن الموضوع كسر الغدة الدرقية موضوع خطير جدا. حبوب الغدة الدرقية موجودة في الصيدليات، بتتاخد قبل الفطار بساعة على الريق، وده طبعا مهم جدا، لأن لو خدناها بعد الأكل أو مع، ما تقوليش أصل هشرب قهوة، أصل بشرب نسكافيه، أصل أنا ما باكلش على الريق تماما، صيام رمضان ما باخدش حاجة خالص إلا بعدها بساعة، ممنوع. وإذا كلت ونسيت ممكن أخدها الحباية بعدها بساعتين، فلأن وبرده الحبوب بتاعت المعدة بتتفاعل، وحبوب كتيرة جدا بتتفاعل معاها. فطبعا ناس كتيرة جدا يجي لك يقول لك لا الوظائف مش مظبوطة، تعرف إن الكومبلاينس يعني إيه الكومبلاينس؟ يعني إن هو ما بياخدش الحباية كل يوم أو بياخدها مع الأكل. فمعلومة مهمة لازم تعرفوها، وأرجو إن يكون الحلقة النهاردة استفدتوا منها، وتحياتي ليكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في حلقات كتيرة ونتقابل مع بعض في البث المباشر. أنا بشكركم وتحياتي لحضراتكم جميعاً.